ما هي الأصول الثلاثة؟ Hvad er de tre grundprincipper? الأصول الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت في القبر تسأل عن هذه الأصول الثلاثة أسئلة ثلاثة. De tre grundprincipper, det er de tre spørgsmål, som du bliver stillet, når du kommer i din grav. Og det er, som enhver muslim, når han dør, han vil blive stillet de her spørgsmål. السؤال الأول. Første spørgsmål. من ربك؟ Hvem er din Gud? السؤال الثاني. Din anden spørgsmål. ما دينك؟ Hvad er din religion? السؤال الثالث. Tredje spørgsmål. من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Hvem er din profet عليه الصلاة والسلام? السؤال الأول. من ربك؟ Din første spørgsmål. Hvem er din Gud? تجيب تقول. Du vil svare og sige. ربي الله. الله أنا من رب. هو الذي خلقني. يا همس ما هسكف ماي. ورزقني. أنا جم رزق. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أدي همس ما هسين بيانه. أدي همس ما هسين خفيرا عليهم الصلاة والسلام. ما دينك؟ بل أدين غليجون. تقول الإسلام ديني. إسلام دي من غليجون. من نبيك؟ بل أدين خفيت. تقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. تولسي من خفيد يا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بيتخوف وقلب خفيرنا عليهم الصلاة والسلام نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام بيتخوف عيسى عليه السلام نقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر وأمر أتباعه أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث لابد أن يتبعوه عيسى عليه السلام أنا لورن بشارة دي بس أنا لورن قول نهي أمد محمد صلى الله عليه وسلم هم الكم أو هن بسل عيسى تروبهم